الإسرائيلية التي يشنها الطيران الحربي الإسرائيلي. الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت برج مشتهر على مقربة من دوار المالية. هذا البرج المكون وهو برج سكني المكون من 11 طابق ضم نحو 44 شقة سكنية سوية بالأرض نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية. سبق ذلك أيضا استهداف 6 منازل في تل الهوى إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة، وأيضا 6 منازل في حي الرسالة الذي يقع بداخله مستشفى الشفاء، والذي أيضا تعرض هذا المستشفى وخاصة ساحاته إلى طلقات نارية من مسيرات إسرائيلية، ما أدى إلى إصابة 3 من المواطنين النازحين من داخل هذا المستشفى، إضافة أيضا إلى استهداف مسيرة إسرائيلية سيارات إسعاف عندما كانت تتوجه لأحياء المدينة لانتشار ضحايا وأيضا مصابين بشأن الغارات الإسرائيلية، وتم تدمير سيارتي إسعاف وقتل من بداخلهما من المسعفين. كل ذلك أيضا يأتي ظل يعني أن أعداد كبيرة من المواطنين الذين هم يعني تركوا منازلهم والآن أصبحوا في الشوارع ولا يعرفون أين يذهبون في ظل هذا القصف المدفع والقصف الصاروخي وأيضا إطلاق النار من المسيرات الإسرائيلية في مدينة غزة. ولكن في المناطق الجنوبية تحديدا وتحديدا في مدينة غزة، هذه المدينة التي تتعرض من أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي والذي يحاصر مستشفيي ناصر والأمل الذي يقع إلى الغرب من مدينة خان يونس. مسيرات إسرائيلية كانت منذ ساعات صباح هذا اليوم تطلق نداءات وتطالب المواطنين إخلاء منازلهم في محيط هذين المستشفيين وأيضا في داخل المستشفيين والتوجه إلى المناطق الجنوبية من مدينة الفتح. كل ذلك في ظل أوضاع إنسانية صعبة يحياها الفلسطينيون في مختلف المناطق الفلسطينية في ظل حالة البرد القارس والأجواء الماطرة، وهؤلاء المواطنون غالبيتهم حاليا أصبحوا في الشوارع وأصبحوا في مراكز إيواء لا تصلح للعيش الآدمي. يعني فيما يلي الطلب من النازحين الموجودين داخل مستشفى ناصر ومحيطه بالإخلاء، هل عرف السبب وهل بدأت بالفعل هذه المحاصرة؟ نعم، في استمرار العملية التي تقوم بها يعني يقوم بها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وعادة ما يطلب الجيش الإسرائيلي عبر بيانات إما على السوشيال ميديا أو عبر اسطوانات تصل إلى الموبايلات للمواطنين، تطلب منهم بمغادرة الأماكن التي يحددها الجيش الإسرائيلي والتوجه إلى أماكن أخرى. ولكن هذا أيضا يأتي في ظل أيضا عملية يعني الجيش الإسرائيلي الذي يقول بأن هناك أعداد من الأنفاق يريد أيضا أن يقوم بتدميرها عبر ضخ مياه البحر إلى تلك الأنفاق، وهذا أيضا يشكل خطورة على حياة المواطنين في مختلف المناطق هنا في قطاع غزة، سواء في المناطق الشمالية تحديدا أو المناطق الوسطى أو الجنوبية.